contact points from this area. خلاصي. فلو كان في فينا جاك انفكشن ممكن وانا بتك على البالنس بتك على الوتر بيديني التندر. فلو العيان اقول له الكل في حاجه ولا لا معلش ايه تاني. ما تصدق. على طول من غير ما افكر. ابين سايز. ابين سايز. ابين سايز. في قانون is it is better to open and see than to wait and see. يعني لو عين جابوا لي قلم اهو وانا نيمت واتكيت قال لي اه انا ويعني انا خلاص انا شخص بنت وافتح لان احسن لي ان انا افتح واشوف حتى لو فتحته لقيتها نورمال مش انفلين احسن من ان انا اسيبه واقول له احطه في متابعه واشوف هيعمل ايه. ده قانون في الابندكس بالذات لان الانفلفيشن بتاع الابندكس از كومن بتعمل لي بيرت نايس وبيرت نايس كان كيل. سوف اقول لك انا لو افترضنا ان انا قاعد في اليابان او قاعد مثلا قرب اليمن وما عنديش اشعه خالص ولسه الواحد المستشفى بتاعتي لسه ايه؟ لسه بتبدو وما فيهاش اشعه ولا حاجه خالص. بين في الرايت ايريا الفصلى تندر في الرايت ايريا الفصلى ايكوال اكيوت ابنسايتس. مفيهاش هزار. مفيهاش هزار كمان. طيب. This urea. This يعني difficult. Urea يعني urination. يعني اليورين او اليورينيشن از بينفول وديفيكولت. لذلك اول ما بيجي لعندي شكل من اي ابونا الحاجة لازم اطمن على اليورين. في مشكله في البول ممكن في حرقان في البول ممكن في صعوبه في البول ممكن ده يؤدي للتشخيص. طيب يبقى الماكبيرنس بوينت از يوجوالي تندر. طيب لو انا عندي بيلفيك ابنسايتس هذه البيلفيك ابنسايتس ابص الاقي تيب اوف ذا بيلفيس باصص توورز ذا بيلفيس اجي اتاك على الماكبيرنس الاقي الالم بتاعها مش هو في تندرنس اه بس مش التندر بتاعت الابنس التندر بتاعت الابنس العيان نفسه بيبقى خايف من التفاصيل بيبقى ماسك ايديه. لا خلي بالك خلي بالك تعرف انا من ذكري كده ولا خلي بالك انت تعرف ان في ابندكس في برزمايس. ابص الاقي البين والتندرنس توورز ذا سيمسز بيوتس في البيلدينج ابندكس. الاقي الماكسيمم بين وتندرنس اباوت ذا سيمسز البنت داخله البنت اللي ماكسيمم تقدر ساعتها اباوت ذا سيمز ودي تخلينا نشخصها بيبتيك ابنسايتس من الاكزامينيشن. ماكسيمم تندرز اباوت سيمز بيوبس دي معناها ان دي ابندكس بس هذه الابندكس ده هي بيلدينج مع البيلدينج ابندكس ده هي ممكن نتيجه وجود الريكتر واليوريتر في البلفز واليورينال بلاتر الريتيشن للانفلامد ابندكس في الاورجن ده هي ممكن تعملي دايريه عشان الريتيشن مختلفه وممكن تعملي ديسيوريا عشان الريتيشن في اليورينال بلاتر.
البلفيك ابنسايتس نمبر 1 ممكن يكون معاه داريا due to irritation of the inflamed appendix للريكتم لانها في البلفيس او irritation للينير بدر او اليوريتر فبص هي العيان يشتكي من ديس يوريا من ديس يوريا معاه احكام مع البلفيك ابنسايتس ده موست كومن اللي احنا قلناه ريتروسيكال ده موست كومن The most serious is the pre-EA. The pre-EA position is the most serious position. Because perforation of the appendix in this position, it will perforate immediately into the general peritoneal cavity. Rapid So the pre-EA position is the serious position. Like in the retrocecal appendix is the common. The commonest position. طول الابندكس على فكره very valuable من 3 ل 5 انش معاهم كلاية صغيرة وكلاية طويلة. طيب. لو وصلت للريليشن بتاع السيكم. ورا السيكم مين؟ ورا السيكم بلاقي مين؟ ايه؟ ايه طب الاثنين مصر هما مين؟ بلاقي وراها الصور مين؟ والفنجر النار واللاترال كوتينس نيرف سبلاي والايدياكس مصر لكن انا اللي يهمني الصور ميجور لان الريتروسيكال ابندكس بتبقى نايمه على الصور لانها خارجه من الاوستر ميديا سايد بتاع السيكا فالحته الميديا بتاع السيكا نايمه على الصور ميجور ودي بتديني مانيفستيشن. ها؟ الكتاب ترفعيه. بالظبط. نتيجة إن هذه السورس ميجور ماسل نايمة عليها الأبندكس، لو الأبندكس انفليمت، it will irritate this source major muscle وهتعمل لي فليكشن أوف ذا ثاي أو فليكشن أوف ذا ترانك. أبص ألاقي كاركترستيك العام بتاع الأبندكس هو ده في العيادة ماسك ايد ماسك الرايت ايليك فوسط ومحن ظهره لو فرد ظهره هتلاقي الالم يزيد ليه لان الصوص منه المصر وراه وهي كمان هي التانيه كده فالوضع كده مريض فتلاقي كاركترستيك بتاع الابنس ماسك الرايت ايليك فوسط ده وماشي هو ماسك هو ماسكها ليه؟ عشان ما يحصلش ستريتش للبراتر لان بين فهو ماسك دوت عشان يثبت البراتر بروتينيوم عشان يقلل الالم وذاك العام بتاع الابندكس لو ذهب او كح او عيط او صور تيجي تقول له نكته ما تقوليش عشان لو ضحكت الالم هيجي. دي كاركترستيك ليه؟ لان في اريتيشن للبراكتر. انت عارف ان من الدرجه ده ان في اريتيشن للبراكتر. طيب ثانيا من ضمن التست اللي انا بعملها للتست للابندكس بنيم العيان وبدل الرجل بتاعته وبريس الريك على الترانك يعني بعمل فورس كونتراكشن اوف ذا سورس مش هي بتعمل فريشر للساي انا بعمل فريشر للساي اهو طب ما لا المصل بتكونتراكت والبين بيزيد بيسموه سور ستيس نايم العيان نايم اهو عند الابنس على الرايت سايد قفل رجله اليمين بنفلكس الساي ذا رايت سايد ذا ابدومين Embrace. لو في acute appendicitis the patient will feel pain. And this is called the psoas reflex. ها؟ وكل انواع الابنسايتس.